السلام عليكم أعزائي المتابعين، ومرحبا بكم مرة أخرى. كما تابعنا من خلال هذه الصور، هذه الصورة اختارها المتابعون كصورة الأسبوع للأسبوع 114 من تواجد العربة الجوالة المثابرة على كوكب المريخ. هذا الأسبوع يمتد من 16 إلى 22 من أبريل 2023. تم التقاط هذه الصورة بواسطة ليفت ماست كام زد، الكاميرا المثبتة على سارية العربة الجوالة، وذلك في اليوم 18 أبريل 2023، وفي اليوم المريخي 768، وبالتوقيت المحلي للمريخ الساعة 3:00 بعد الزوال وعشر دقائق وتسعين وأربعين ثانية. السؤال الذي نطرحه دائما: ما الذي جعل المتابعين يختارون هذه الصورة كصورة الأسبوع؟ الشيء المثير للانتباه في هذه الصورة: هناك صخور تبدو في قمم الجبل كأنها بنايات تم بناؤها على سطح المريخ. ما يثير الانتباه في هذه الصورة عندما ننظر إلى قمة الجبل، هناك صخور تبدو كأنها بنايات منازل بنيت على سطح المريخ. أليس ذلك هو الذي يثير إعجاب المتابعين؟ هو الذي أثار المتابعين حتى يختاروا هذه الصورة كصورة الأسبوع؟ بالنسبة لي، ما أثارني هو تلك الصخور الموجودة في قمم الجبل، خاصة هناك تقريبا أربع صخور كبيرة وضخمة وصخور متناسقة فيما بينها، وكونت لنا ما يشبه منازل ومساكن على سطح المريخ. أنتظر آراءكم وتعليقاتكم. شكرا على وفائكم، وإلى لقاء قريب.